لو ننتبه هنا integration by parts تي هنا عبارة عن عائق، عائق، لذلك يجب أن نرفع هذا العائق من خلال المشتقة، يعني يا هو نفرض اليو يا هو نفرض الدي في. فإذا العائق هو تي حتى أتخلص من عنده أفرض يو حتى أشتقه، المشتقة يروح مشتقة التي واحد، أوكي؟ فهذا هو عائق موجود في الانتجريشن، فاليو هنا أفرض تي، أوكي؟ اليو أفرض تي حتى أتخلص من عندنا أنا راح أشتقه، فدي يو دي تي، وتخلصت من التي. يبقى المتبقي دي في، هذا كوسين ام باي تي دي تي هو دي في. شو أسوي للدي في؟ أكامله، تكامل الكوسين ام باي تي دي تي هو ساين ان باي تي، ومشتقة الزاوية لازم أوفرها مقلوبة خارج الانتجريشن، فيصير دي 1 اوفر باي ان باي ساين ان باي تي. نرجع عملية التكامل، انتبه، نرجع عملية التكامل، فمشتقة الزاوية لازم أوفرها معكوسة أو مقلوبة بالخارج التكامل. فإذا تكامل كوساين ان باي تي دي تي هو 1 اوفر باي ساين ان باي تي ان باي تي. اوكي، الان نطبق القانون. القانون هو يو في، يو في ناقص انتجريشن في في الدي يو، في في الدي يو، يعني هذا في هذا ناقص تكامل هذا في هذا، اوكي. ف يو في يعني تي على ان باي في ساين ان باي تي، هذا ناقص انتجريشن ناقص انتجريشن في في الدي يو تكامل 1 over pi sin n pi t over sin n pi t في الدي تي. إذن تي على n pi sin n pi t ناقص، بقى هذا التكامل sin n pi t، طبعاً 1 over pi constant طبعاً خارج تكامل، تكامل السين معروف أنه هو ناقص كوسين، بس لازم أوفر مشتقة الزاوية معكوس مشتقة الزاوية خارج تكامل، مشتقة الزاوية n pi من أطلعها برا معكوسة يصير واحد على n باي، وعندي واحد على n باي فيصير عندي واحد على سكوير باي سكوير، هنا عندي ناقص، التكامل الساين هو ناقص كوساين، فناقص مع الناقص صار موجب، والساين صار كوساين n باي تي دي تي، n باي تي في تي، n باي تي عفوا، اوكي؟ إذا تكامل من صفر إلى واحد تي كوساين n باي تي يعني الحد الأول هو عبارة عن تي على n باي ساين n باي تي زائد واحد على سكوير باي سكوير كوساين n باي تي. limits of integration من صفر إلى واحد. أوكي، زين، هذا هو أساسا مضروب فيه اثنين، لو نرجع first term مضروب فيه اثنين، فيساعد اثنين تكامل t كوساين وساين اثنين t، هذا كله ضربناه في اثنين. من عوض الآن limits of integration، عوض الـ upper limit الواحد، عوض الـ lower limit يعني ناقص الـ lower limit الصفر. طبعاً هنا بالنسبة لهذا الترم الـ upper limit بدل كل t أخلي واحد، يعني يصير اثنين على n pi في sin n pi. اوكي، مقسوما على ام باي ناقص الصفر من عوض ساين الصفر صفر، فما له قيمه. فهنا صار عندي 2 ساين ان باي، طبعا ساين ان باي مثل ما نعرفه ساين ان باي دائما زيرو، ليش؟ لان ساين الصفر صفر، يعني اذا ساين الباي صفر، ساين 2 باي صفر، ساين 3 باي صفر، ساين 4 باي صفر، دائما الساين ان باي زيرو، فهذا الترم كله زيرو، هذا صفر عندنا. نجعل هذا الترم الثاني، عوض الابر ليمت واللور ليمت، نعوض الواحد يصير 2 على سكوير باي سكوير كوساين ان باي، اوكي. نعوض الصفر كوساين صفر واحد، يصير 2 على سكوير باي سكوير في واحد، ناخذ 2 على سكوير باي سكوير عامل مشترك في ساين كوساين ان باي ناقص واحد، اوكي. فهنا اذا الترم الاول قيمته هي 2 على سكوير باي سكوير كوساين ان باي ناقص واحد، هذا قيمه الترم الاول. بقى عندي لازم شنو عندي الترم الثاني، ترى انا اجي انا عملية التكامل تي سكوير كوساين ان باي تي دي تي، ايضا هذا انتجريشن باي بارتس، بس هذا اجري مرتين، ليش؟ لان يعني عندي تي سكوير، فاليو مره افرضها تي سكوير واشتقها فيصير 2 تي، مره ثانيه اجي عملية انتجريشن باي بارتس يعني مرتين حتى اتخلص من التي سكوير، فهنا اليو حفرضها تي سكوير واجي اعمل انتجريشن باي بارتس مرتين. اوكي، فالناتج حيكون عندنا بالنسبه للسكند تيرم 4 كوساين ان باي على ان سكوير باي سكوير، هذا بعد ان لا يساوي صفر، معناته انه لازم الاي نوت نحسبه على حده، هذا يكون بالقاعده السابقه.
إذن قيمة الـ AN، قيمة الـ AN حصير عندي الترم الأول مع الترم الثاني، صار عندي ناقص 2 على سين باي باي سكوير 1 زائد كوسين ان باي، هاي قيمة الـ AN. زين ان لا يساوي صفر، فقلنا لازم نحسب الـ A0 على حده، فالـ A0 عبارة عن 2 على بي اف اوف تي دي تي، يعني هنعوض بدل الـ N0 في كوسين الزيرو، نرجع هنا للقانون الأصلي كوسين 0 1. نرجع القانون الأصلي حتى نحسب الـ AN، نحسب الـ A0 العفو، فهنا نعوض الـ A0 يعني الـ N0 فيصير كوسين الزيرو، كوسين الزيرو 1، مش بقى عندنا، بقى عندنا انتجريشن من 2 من 0 إلى بي اف اوف تي وحدة، فحتى أحسب الـ A0. وليش نحسب الـ A0؟ لأن الـ A0 لا يمكن أنا أحسبه من هذه المعادلة، لا يمكن حساب الـ A0 من هذه المعادلة. ليش؟ إذا أريد أحسب الـ A0 من هذه المعادلة لازم أعوض بدل كل N0. إذا عوضت N0 حيصير كمية على إنفينيتي، لأن صار عندي بالمقام الـ N. أوكي؟ فأحسب الـ A0 على حدة، فيصير عندي A0 2 over B f of t dt. تعوض الـ f of t t minus t squared، لو limit upper limit عوضها يطلع عندنا الثلث. الآن نعوض قيمة الـ A0 والـ AN وين؟ بالـ general form بالـ Fourier series، اللي هو A0 على 2 زائد summation AN cosine integration from summation cosine n pi t over b في d summation AN cosine n pi t over b زائد summation BN sine n pi t over b في n pi t over b. اوكي، فهذا الهالف رينج كوسين اكسبانشن. اوكي، هذا الهالف رينج كوسين اكسبانشن. نرجع عندنا الجزء الاخر من السؤال وهو الهالف رينج سين اكسبانشن. طبعا هذا هالف رينج كوسين اكسبانشن للاي ان، البي ان كم قيمته هنا؟ صفر. اوكي، فنرجع انه لازم نحسب الهالف رينج سين اكسبانشن لعدم معرفه انه الداله هي زوجيه فرديه، وطلب من عندنا انه نحسب الهالف رينج اكسبانشن، وما حدد اي هالف رينج هو ساين او كوساين. اوكي، اوكي.